في مطبخي سوى الرمضاني يبدأ العمل اليومي باكراً ولا ينتهي إلا بإيصال آخر وجبة للاجئين السوريين في مخيمات سعد نايل شرقية لبنان والقرى المحيطة بها، مبادرة إنسانية غير مدعومة إلا من أهل الخير في ظل غياب الاحتضان الرسمي اللبناني. الوجبات اللي بنقدمها كل وجبة بتكفي لخمس أشخاص أو ست أشخاص. هلأ نحن فوق السبع أشخاص بنكون في وجبتين، فوق الاثناشر وجبة، فوق الاثناشر شخص بيكون في ثلاث وجبات. هلأ كمان حسب كام عائلة في بالمخيم، نحن عاملين إحصاءات لكل المخيمات، عملنا إحصاءات لأكبر عدد ممكن يعني نحن قدرنا وصلنا له. أحيانا بيكون بالمخيم الواحد في 100 عائلة، بكل خيمة أحيانا بيكون في عائلتين أو ثلاثة. داخل المطبخ حركة لا تهدأ، أشبه بخلية نحل دائمة العمل. تحضر المأكولات التي يتميز بها المطبخ السوري تحت إشراف الطهاة، ويتم تجهيز أكثر من 3000 حصة غذائية. نحن اليوم عم نحضر للصائمين إفطار للأكلات اللي هن متعودين عليها كل سنة، نحن بنعمل لهم إياهم طعمة. هلأ اليوم نحن عنا طبق مندي مع جاج، بالنسبة لتحضيره نحن ما عنا أي عبء، يعني نحن متعودين إذا بيكون قد ما بيكون في عدد نحن متعودين، ما مخلي واحد إنه ما يوصله الوجبة اللي هو متعود يأخذها كل يوم. نتيجة نقص المؤن وضنك العيش، يركز فريق العمل على إعداد الأطباق التي يعجز اللاجئون عن تحضيرها بسبب ارتفاع كلفتها. هاي السنة السادسة قلنا، بهاي السنة موصلين بين 1100 و1200 عائلة يوميا، يعني تقريبا 5500 ل6000 شخص كمان بشكل يومي. طريقة التوزيع أو أماكن التوزيع عم تكون بالمخيمات بر الياس، سعد نايل، العمرية، دير زنون، أبو جبل، يعني المنطقة اللي بقاع الأوسط عم تكون موزعة. تقريبا عم نوزع أكثر من 40 أو 45 مخيم. عم تكون آلية توزيع يومين لا يوم ايه، مشان لأنه ما في كمية تكفي لكل العائلات. توزع وجبات الإفطار وفق إحصاءات مسبقة لعدد العائلات المحتاجة، ويتم إيصالها إلى أكثر من 4000 لاجئ سوري في المنطقة. المطبخ الخيري للنازحين أحد وجوه التكافل الاجتماعي، يعيد للاجئين السوريين في المخيمات المجاورة الشعور الذي اعتادوا عليه في هذا الشهر الفضيل. لتلفزيون سوريا، ماريا الفحل، برليس، لبنان.